كلشي بغى يطير وتكون الضحيه هي البلاد. البلاد هي الضحيه. راكم شفتوا دابا تتجي غير ازمه بسيطه شي تيبغي كلشي. اليوم كما تلاحظون نخلد عيد الشغل في اجواء يعني اجواء متسمه يعني متسمه يعني كاين واحد النوع ديال الاختناق ديال الطبقه العامله. باسم الاتحاد الاقليمي لمدينه بني ملال نحيي اللي عنده انعكاس مباشر على المجال الاجتماعي. تلاحظوا ان بلادنا ديجا كتعاني من البطاله وضعف فرص الشغل وكذا الى اخره. كاينه مشاكل واليوم القطاعات اللي كتعرفوها اللي موجوده تحت اللواء ديال الكونفدرات الديمقراطيه للشغل كاينه مجموعه من المشاكل تتهم يعني القوانين الشغليه، تتهم يعني الطرد التعسفي، تتهم يعني عدم يعني الديكلاراسيون في لا سي اس اس. اليوم نحن اليوم نحتفل بالعيد العالمي للعمال وفي مسيرة حاشدة باش نقولوا كفى من التهاب الأسعار. هاد السنة الاحتفالات ديال عيد الشغل تأتي في والمغرب يعرف أزمة اقتصادية انعكست سلبا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة. هذه القدرة الشرائية اللي لا تتماشى والأجور، فبالمقابل نرى أن الحكومة والسياسات الحكومية المعتمدة ما لا تزيد إلا الطينة بلة. ونصرخ كاتحاد مغربي للشغل ونلقوا ناقوس الخطر لأجل الالتفاتة إلى الطبقة العاملة. الأجور مجمدة هذه سنوات والآن نلاحظ أن في الاتحاد المغربي للشغل قدمنا مطالب، شاركنا في الحوار الاجتماعي وقلنا بان خص تكون زيادات في الاجور للطبقه العامله، خص اننا تكون سياسات فعاله اللي تقدر انها تحسن القدره الشرائيه للمواطنين والجماهير الشعبيه بصفه عامه. ونندد في هذه المسيره، نندد ونحتج على السياسات اللا شعبيه التي تعتمدها الحكومه في التعامل ديالها مع هذه الازمه الاقتصاديه الخانقه واللي ما يمكن لها الا انها تهدد بطريقه او اخرى السلم الاجتماعي. وشكرا.